دشنت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان مبادرات مجتمعية بتكلفة بلغت 4 ملايين ريال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية في المنطقة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من جازان زاهر المالكي. أهلا بك زاهر، مساء الخير. ماذا لديك فيما يتعلق بهذه المبادرة من قبل جمعية الأسر المنتجة؟ أهلا وسهلا، تحية طيبة زميلي أحمد لك ولمشاهدي قناة الإخبارية في كل مكان. بالتأكيد أنا من مقر جمعية الأسر المنتجة بجازان التي دشنت عددا من المبادرات مؤخرا بقيمة تجاوزت كما ذكرت 4 مليون ريال، تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة في المنطقة. وهذه المبادرات الضخمة هي الأولى من نوعها، ونوعية تعتبر تطلقها جمعية مختصة كجمعية الأسر المنتجة في جازان. والحديث أكثر عن هذه المبادرات وأيضا أهدافها، يسرني ويسعدني أن يكون إلى جانبي في هذه اللحظات الأستاذة سهى دغريري، وهي عضوة مجلس إدارة الجمعية والمتحدثة الرسمية باسم المجلس. أهلا وسهلا أستاذة سهى، تحية طيبة، يريد تحدثينا عن هذه المبادرات وأيضا تفاصيلها. أهلا وسهلا بك أستاذي، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أطلقت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان 6 مبادرات مجتمعية تنموية للأسر المنتجة تزامنا مع فعاليات اليوم الوطني. هذه المبادرات تمثلت بالمبادرة الأولى وهي مبادرة ساند لترميم وتأثيث 91 مسكن من مساكن الأسر المنتجة بتكلفة إجمالية بلغت 1,425,000 ريال. المبادرة الثانية مبادرة دعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا، حيث يتم من خلال هذه المبادرة تقديم المساعدات العينية والمالية ل 91 أسرة منتجة بتكلفة إجمالية بلغت 750,000 ريال. المبادرة الثالثة مبادرة كسب لتقديم القروض التمويلية الحسنة للأسر المنتجة بقيمة إجمالية بلغت 700,000 ريال. المبادرة الرابعة مبادرة المنافذ التسويقية، وهي عبارة عن فتح 91 منفذ تسويقي للأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم بقيمة إجمالية بلغت 65,000 ريال. المبادرة الخامسة مبادرة مركز وسم الاستشاري، وهو عبارة عن مركز يقدم الخدمات الاستشارية للأسر المنتجة، استشارات متخصصة مالية تسويقية إدارية فنية من قبل مختصون في هذا المجال، بلغت تكلفة هذه المبادرة 40,000 ريال. المبادرة الأخيرة هي مبادرة الدليل التسويقي، وهو عبارة عن دليل يقدم خدمة التصوير الاحترافي والتسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة. في هذه المبادرة يسوق هذا الدليل 91 منتج وطني من منطقة جازان بتكلفة إجمالية 20,000 ريال. أستاذة سهى، كم عدد الأسر المستفيدة من هذه المبادرات إجمالا، وكم عمر هذه المبادرات أو كم تستمر؟ هذه المبادرات كل مبادرة عدد المستفيدين منها 91 أسرة منتجة 6 مبادرات، سيتم إطلاقها تباعا على مدى 4 أشهر القادمة. شكرا لك أستاذ سهى، وشكرا لهذه المبادرات الرائعة والجميلة في هدف تمكين الأسر المنتجة وأيضا تنمية أعمالها. الله يعافيك. إذن زميلي أحمد متابعي قناة الإخبارية، هذا هو حديث الأستاذة سهى دغريري عن المبادرات الكبيرة التي أطلقتها جمعية الأسر المنتجة بالمنطقة لتمكين وأيضا تنمية أعمال الأسر المنتجة في المنطقة ومحافظاتها عبر مبادرات تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليون ريال. جميل، يعطيك العافية زاهر المالكي مراسل الإخبارية من جازان، شكرا لك ولضيفتك الكريمة.